الو، زي ما انتوا شايفين واقدر اسمع طبعا اللي بيتقال في المكان برضو من خلال الكاميرا، يعني انا اقدر اكلم الحد اللي في المكان واقدر ان الحد اللي في المكان يكلمني او اسمعه. هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. زي ما انتم متعودين مني، اي منتج بجيبه بجد بتبسط بيه بعد استخدام مدة وببقى فرحانة بيه لازم اعمل لكم عليه ريفيو. فمن اكتر الحاجات الجميلة بجد اللي عجبتني في استخدامها وفي سعرها وفي كفاءتها كاميرات المراقبة اس فيزا. الكاميرا سهلة جدا وعملية جدا، هي بتعمل كونكشن لوحدها ومن غير لا مسامير ولا شنيور ولا تركيبات ولا جهاز معاها ولا الدوشة والكلكعة دي كلها في نظام الكاميرات او المراقبة. الموضوع سهل جدا، مش محتاج اي حاجة، هو بس بتشتروا الكاميرا تحطوها في الكهرباء. متخيلين حاجة سهلة جدا تقدروا ان انتوا تشوفوا الكاميرا دي في مصر وانتوا في امريكا. فجميلة جدا جدا بجد، وبسعر حلو قوي في حدود 700 800 جنيه، حاجة كويسة جدا. نظام حماية كامل ب 700 او 800 جنيه للمكان اللي انتوا فيه، سواء بيجيلكوا حد مثلا عمالة في البيت، حد بينظف، حد بيعمل اي حاجة، حد غريب عنكو، في ناس كبار في السن حابين ان انتوا كل شوية تطمنوا عليهم عن طريق الكاميرا، في اطفال حابين تطمنوا عليهم عن طريق الكاميرا، عندكو بيزنس ولازم طبعا يتحط فيه نظام كاميرات. الكاميرا دي عملية جدا 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 بجد، يعني هي تغنيني عن نظام الكاميرات اللي انا كنت عاملاه قبل كده، اللي هو بقى 4 5 كاميرات بمسامير وشنيور وجهاز يتركب قد كده باسلاك ويتوصل بكمبيوتر. لا لا لا، هي دي بتلف في كل اتجاه واقدر اكلم الناس اللي موجودين في المكان والناس يكلموني. اقدر ان مجرد بس بتتوصل بالفيشة وفي اي مكان احطها، مش هبقى ملتزمة خلاص بالتركيبات اللي حصلت في المكان. طبعا نقدر نشوفها من اي مكان احنا موجودين فيه، هي بتتوصل عن طريق بتتحط بس في الفيشة في البيت، هي لوحدها بتتوصل بالواي فاي بتاع المكان، واحنا من اي مكان احنا فيه، ان شاء الله سافرنا امريكا هنقدر نشوفها. مجرد بس بنفتح الموبايل داتا على الموبايل بتاعنا، او لو احنا في مكان فيه واي فاي ونقدر نشوف الكاميرا ونكلم الناس اللي في المكان او نسمع ايه اللي بيحصل في المكان. وفيها كمان اوتو تراكنج، ان هي لو مثلا في مكان بيزنس بالليل او في بيت بالليل، خلاص المكان ده المفروض ان الدنيا ظلمت فيه ومفيش حركة، لو حصل حركة في المكان بتبعت لكم نوتيفيكيشن على الموبايل. الخاصية دي تقدروا ان انتوا تفعلوها او توقفوها زي ما انتوا عايزين. كتر حبي فيها ومن كتر ما انا استخدمتها ولقيتها حلوة جدا، بقيت كمان اعرضها في المعرض بتاعي وببيعها في المعرض بتاعي. تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان تشوفوا ازاي بنقدر نسطبها على الابليكيشن بتاعها ونقدر ان احنا نشوفها من اي مكان ومن اي محافظة. لو احنا سافرنا برا نقدر نشوف البيت هنا في مصر من عن طريق الموبايل ونقدر نسمع الصوت وتتحرك 360 درجة. بصوا فيها كل حاجة، سمارت موشن تراكنج اللي هي لو الكاميرا في مكان وبالليل مثلا المفروض ان مفيش حد، لو جه حد اتحرك بتبتدي تبعت زي نوتيفيكيشن على الموبايل ان في كده في حركة في المكان. البرايفسي مود فيها، وفيها ان انتوا تقدروا تتكلموا وتسمعوا الحد اللي في المكان، يعني انتوا ممكن من خلال الكاميرا تكلموا الناس اللي في المكان، وتقدروا تحطوا فيها كمان ميموري كارد لغاية 128 جيجا. فانا حاطة اللي هي 128 جيجا وجايبها من حوالي 10 شهور ومسجلالي من ساعة ما انا جبتها. متخيلين فيها نايت فيجن، ان انتوا تقدروا تشوفوا بالليل اول ما النور بيطفي بتقدروا تشوفوا. اول حاجة زي ما انتوا شايفين اهي كده الكاميرا بنوصلها، بتبتدي تدي الاول لون احمر، بعد كده يبتدي اللون الاحمر ده يتحول لازرق. في الكهرباء استنوا عليها شويه، ما تستعجلوش علشان هي بتاخد لسه وقت علشان تتحول للون الازرق. اهي بدات تشتغل، اول ما بتبتدي تشتغل بتلف في كل الاتجاهات اول ما تعمل اللون الازرق. شوفوا اخدت وقت عقبال ما عملت اللون الازرق وبدات تشتغل في كل الاتجاهات. هي كده مستعده. معلومه كده على السريع علشان تعملوا للكاميرا ريستارت، هتروحوا عاملين ايه؟ علشان الموضوع ده مش باين في الكتالوج قوي، هتروحوا رافعين الكاميرا العدسه بتاعتها لفوق وهتلاقوا هنا زي جزء مستطيل عليه الميموري كارد مكتوب عليه اللي هو المايكرو اس دي اللي هنحط فيها الميموري كارد وريستارت. هنا تقدروا انكم تحطوا المايكرو اس دي علشان تخلوا ان الكاميرا تسجل معاكم، علشان هي الكاميرا لو بالعادي لوحدها كده مش بتسجل، هتعرض لكم
اليوم بس، لكن انتوا لو عايزين تحطوا مايكرو اس دي بترفعوا الحته دي تحت زي ما قلت لكم. ده الكاميرا احنا لو عايزين نعمل لها ريستارت او عايزين ندخل المايكرو اس دي اللي هي الميموري كارد، بنروح ما نخافش نزقها لتحت كده، هيطلع هنا جزء زي ما انتم شايفين مكتوب هنا مايكرو اس دي وهنا ريسيت، يبقى ده زرار الريسيت وده ان احنا نحط الميموري كارد. فعايزين نحط الميموري كارد هنعمل ايه بقى؟ هنروح جايبين حاجه كده رفيعه ومن هنا الجزء ده نروح جايين فاتحينه ما نخافش بالطريقة دي، اهو فتح معانا. وهنا زي ما انتوا شايفين الجزء ده اللي هنحط فيه الميموري كارد المايكرو مايكرو اس دي، وده زرار الريسيت لو احنا عايزين نغير الشبكة الكاميرا متصلة عليها الواي فاي، يعني احنا نقلناها في مكان تاني، غيرنا الباسورد بتاعة الواي فاي، فلازم ان احنا بنعمل ريسيت. الجزء ده مش متوضح كويس في الكتالوج بتاع الكاميرا، يعني هو معمول الرسمة انها في المكان ده، لكن طبعا الواحد مش بيعرف ان هو ما بيجيش في باله ان هو بايده يزق العدسة يخاف ان تحصل فيها حاجة، لكن ده العادي مفيش مشكلة. لو عايزين ندوس زرار الريسيت بنروح بالحاجة الرفيعة في ايدينا ندوس عليه لمدة قصيرة لغاية لما الكاميرا تتكلم وتقول لنا ريسيت الكاميرا. اهو احنا كده يبقى اتعمل لها ريسيت خلاص، نقفل ده ونرجع العدسة للنص زي ما احنا كنا شغالين ما نخافش ابدا. لما بيتعمل لها ريسيت كده هي بتنور احمر على نعمل لها السيت اب. اهو زي ما سمعتوا الكاميرا بتقول لنا ان احنا نستخدم ابلكيشن الاس في علشان نقدر ان احنا نقاد الكاميرا على الابليكيشن، فده ابليكيشن اس فيز زي ما انتم شايفين بيتنزل من البلاي ستور او الاب ستور، الاثنين عادي بيتنزل منهم. معلش بقى على الموبايل ده مش حلو، بس عشان انا بصور بالموبايل الاساسي. وبيكون هنا الابليكيشن اهو، طبعا تقدروا تحطوا كذا كاميرا في كذا مكان، يعني مثلا مكان في البيزنس بتاعكو، كاميرا في البيزنس بتاعكو، كاميرا في البيت، كاميرا عند والدتكو، وتقدروا تنزلوا الابليكيشن لنفس الكاميرا الواحدة على كذا موبايل برضو، يعني مثلا 4 افراد مثلا 5 افراد هيشوفوا نفس الكاميرا بينزلهم الابليكيشن والكاميرا بقى خلاص بتبقى متوصلة عليه في الموبايل بتاعهم. يعني معنى كده نقدر نفس الكاميرا الواحدة نشوفها على كذا موبايل، وممكن على الموبايل الواحد نشوف 3 4 5 كاميرات لو موجودين عندنا في اماكن مختلفة. عايزة بقى اضيف الكاميرا دي في البيت، اللي هي الكاميرا دي كده قدامنا في البيت، بروح دايسة على بلس علامة الزائد، وبعدين هنا بيقول لي عايزة تضيفي ايه، كاميرا ولا دور فيورز ولا ايه، بنضيف كاميراز. وبعدين بعد كده بيقول لنا اعملوا سكاننج للباركود اللي على الكاميرا، اهو الباركود اللي على الكاميرا ده بيبقى تحت عليها، بنروح جايين اهو عاملين بس كده، هو لوحده بيقرا بيقول device is powered on. بعد كده بقى بندوس next، اهو هنا بيقول لنا لو الانديكيتور او اللمبه منوره ازرق دوسوا على ان اللمبه منوره ازرق، بندوس عليها وبعدين next. لو اللمبه لسه ما نورتش ازرق ومنوره احمر بنستنى عليها، نستنى ممكن توصل لخمس او 10 دقايق بتبقى منورة احمر وبعدين تبتدي تنور ازرق. هنا بيقول لنا ندوس على اللوكيشن سيرفيس، بندوس على الازرق ونفعل خاصية اللوكيشن ونطلع نرجع تاني للكاميرا. وادي دي الواي فاي اللي احنا اهي، دي الواي فاي اللي متصل عليها الشبكة، بندخل الواي فاي وبندخل الباسورد بتاعتنا، بس طبعا علشان انا اوريدي الحاجات دي كنت عاملة لها سيت اب من قبل كده. وبعدين بندوس نيكست وبعدين هو بيعمل كونكشن لوحده وكل ده لوحده، يعني السيت اب بتاعها سهل جدا مفهوش اي حاجة، مجرد بس بنفتح الموبايل والابليكيشن وهو بينطلق لوحده. Connecting to Wi-Fi. Please wait.
اهو هو كده الكاميرا بتقول انها بتتصل كده بتتصل كده بالواي فاي بتاع البيت وهي خلاص كده كونكتد كل حاجه وانها كده سكسسفل انها كونكتد كمان بالموبايل كده تمام انها خلاص خلصت انها تتوصل بالموبايل وتوصلت بالواي فاي زي ما انتم شايفين كل حاجه لوحدها اوتوماتيك وبعدين بعد كده بندوس فينيش اهو هي هنا عندي كده ظهرت لي ده كل الكاميرات اللي عندي فادي دي الكاميرا بتاعتنا اهي هي دي اهي زي ما انتم شايفين لو انا عايزه ارفعها لفوق هي كده باصه لتحت فهروح جايه عند بي تي زد دي اللي عامله زي علامه الزائد وادوس اهو هنا بقى انا مثلا هي باصه لتحت انا عايزاها لفوق تبص عليا اهو شايفين جايباني اهو جايبه رينج لايت وزي ما انتم شايفين هي بتتحرك على حسب الاتجاه اللي انا بحركها فيه عايزاها تيجي عندي هنا عايزاها ترفع لفوق شوية اهي بدأت تطلع وتجيبني اهو لو انا بقى عايزة اتكلم من خلال الكاميرا هعمل ايه هروح جاية هنا توك اهو توك بروح دايسة عليه بيعمل لودنج ويبتدي ان انا اكلم الناس اللي موجودة في المكان من خلال الكاميرا هلو هاي زي ما انتم شايفين واقدر اسمع طبعا اللي بيتقال في المكان برضو من خلال الكاميرا يعني انا اقدر اكلم الحد اللي في المكان واقدر ان الحد اللي في المكان يكلمني او اسمعه عايزه اجيب بقى مثلا التسجيلات اللي فاتت اهو بيظهر لي هنا كليبات حركة اللي حصلت في المكان في الوقت ده وفيديو كامل ليها لو عايزة اسجل صورة لو عايزة اسجل فيديو كل ده ايه بيبقى عادي بيتسجل وطبعا باليوم برضو اقدر ان انا اجيب اليوم واقدر اني اسرع السرعة بتاعت الكاميرا نفسها 1x او 2x او 4x او 8x او 16x لغاية 16x واقدر طبعا اختار اليوم اللي انا عايزة ان هو اهو ده وانا في المعرض فين مسجلين انا كنت لسه من شوية في المعرض واقدر ان اجيب اليوم اللي انا عايزة اشوف فيه مثلا احنا 16 عايزة اشوف يوم 2 مثلا اروح جايباه بدوس عليه واروح جايبة الوقت او الساعة او كده فيها كل المميزات زي ما انتم شايفين دي مميزاتها واكتر كمان توصيلها سهل ازاي وبسرعة وفي دقيقتين بالظبط بحط الفيشة ويبقى عندي نظام مراقبة كامل وسعر تحفة يعني في حدود 700-800 جنيه عرفتوا تطمنوا وعرفتوا تأمنوا المكان احسن كمان من نظام الكاميرات اللي ب 4000 جنيه وب 5000 جنيه